بشع. انا ما بحبش اعمل حاجه شبهي خالص تماما، يعني انا تملي اقعد اقول انا بحب ادوار الشر جدا، بيبقى فيها مساحه انك تمثل صح، بيبقى فيها تحدي. اتكرهت مع الناس فالناس هتبقى انت كده نجحت. فانا الادوار دي اكتر ادوار بحبها، بتلمسني اكتر. يعني ما بحبش ادوار الحب، ما بحبش ادوار الرومانسيه، ممكن اكون شاطره فيها بس عادي يعني، بعملها عشان هي بتتعرض عليا، وممكن اعملها بشكل انا برسمه في خيالي. بس اكتر ادوار ببقى مركزه لها قوي 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 واذاكرها كويس جدا الادوار اللي فيها لعب، فيها شر. عايزه اقول لك ان معظم الناس اللي قابلتها في حياتي في المهنه دي، كل الناس بتعمل شر عكس شخصيتهم، بيبقوا اطيب خلق الله. يعني الناس اللي بتعمل شر دايما هي الناس اللي هتلاقيها طيبه دايما. بتتصدمي في ناس ممكن تبقى طول الوقت بريئه وبتعمل ادوار طيبه، حتى انتوا اكيد هتبقوا تعرضتوا يعني في حاجات تعرفوها عن كذا حد، بيبقوا طيبين وبيعملوا ادوار حب ورومانسيه مش عارف، بيطلعوا ناس عكس تماما. يعني في حادثه بتحصل. انما الناس اللي بتعمل شر لا، دي بجد معظمهم بيبقوا ناس طيبه. مش معنى كده ان انا طيبه يعني، ما اعرفش انت اللي تقوله، بس انا بحب الادوار دي. الاسطوره طبعا محمد رمضان، عجبني التكنيك قوي بتاع محمد سامي، مركز مع الممثلين كبير وصغير. ومسلسل بنات سوبرمان عجبني، اكتشفت في يسرى وريهام وشيري ان هم يعني بيعرفوا يلعبوا حتة الكوميديا، فدي كانت حاجة بالنسبة لي مفاجأة. يعني أنا عمري ما شفت نفسي مثلا كوميدية عمري، بس ممكن لو اتعرض عليا دور كويس حلو كوميدي مكتوب كويس، إفاهاته مظبوطة، الحاجات دي مع مخرج كويس إنتاج كويس ممكن يطلع كويس. فدي حاجة بتعلمها يعني. مسلسل دمه خفيف لطيف وعجبني يعني. ونيلي شريهان عجباني دنيا قوي قوي قوي. مسلسلات شايزة برضو أنس، أفراح القبة طبعا فظيع 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 فظيع. جراند أوتيل ما حصلش، دينا الشربيني بجد ممثلة ما بتجيش كتير يعني، أنا حتى كتبت لها كده على الفيسبوك، فهي من الناس اللي عارف الناس اللي بتيجي كل كام سنة دول، فهي من الناس دي، فربنا يوفقها يا رب. ومسلسل كله على بعضه، تكنيكه وشغله وممثلينه كله حلو، اتمنى اكون في حاجه زي كده يعني. مي عز الدين اكتر حد، لاني مي عملت قضيه صفيه لو تفتكروه، كان من اهم الادوار عملتها في حياتي يعني. هو كان مش من اهم الادوار، هو كان اول حاجه في حياتي، وكانت حاجه مساحه كبيره، وكان مع مخرج كويس، مع انتاج كويس، مع امير شوقي طبعا، مع كان ساعتها مع استاذ صادق الصباح و أحمد شفيق. كان مي أول مرة تعمل دراما ليها بطولة يعني ليها، والدور كان حلو قوي يعني، كان شر وطيبة وهبل وعبط يعني، كانت هبلة وعبيطة وشريرة وبتوقع نفسها في مشاكل، وكان دور أنا بجد ذاكرته قوي 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 قوي، والحمد لله سمع مع الناس، وهو اللي معيشني لحد دلوقتي في وسط الفن يعني، في المهنة دي يعني، انا عايشه على حسه لحد دلوقتي. فاتمنى يعني ان انا اعمل حاجه زي كده تاني. وادمه جميله من المسلسلات اللي بحبها قوي قوي قوي، كان دور حلو قوي، وكان احمد سمير فرج مدلعني، هيثم حسني كان منورني حلو، كان في تعاون ما بين الكرو مع بعض، كان لوكيشن حلو والناس كلها كانت تحب بعض. ده بيفرق في نفسيه الممثل قوي يعني. انا عشان كده بقول لك انا نفسيتي بتفرق قوي لما بعمل حاجة مع مخرج أنا بحبه، لأني بجد أنا نفسيا مودية شوية في المهنة دي يعني. أنا بحب أشتغل وأنا مودي كويس وأنا مرتاحة مع ناس بحبها، بطلع أحلى حاجة عندي. لما بيبقى فيه بقى عكنانة ونفسنة وحاجات، ده بيخليكي تتأخري كتير قوي. وشوشة، الموقع الفني الأول في مصر. رئيس مجلس الإدارة محمود إسماعيل، الإشراف العام أحمد الهوادي. www.washwasha.org